في نتيجه كده. معنى كده ان انا لو شديته النهارده نص ساعه كمان زي النص ساعه بتاعت امبارح، الحمد لله هيجيب معايا نتيجه احسن بكره. تمام، الطاعه نتيجتها بتبان في نفس اليوم. يعني لما نيجي ندرب الكلب بتاع امر طاعه يا جماعه، تبقى انت عارف انت بتعمل ايه. لما نيجي ندرب الكلب بتاع امر طاعه، نتيجه الطاعه دي بتبان في نفس اليوم، في نفس اليوم. هل الكلب فاهم مني ولا ما فاهمش؟ الشراسه بالذات اللي لما نيجي ندرب الكلب عليها ما يبانش نتيجتنا في نفس اليوم، ممكن معاك لمده 3 ايام او اسبوع يبان النتيجه بتاعه اللي انت عملته من اسبوع او من 3 ايام. تمام، يعني لو انت بتشغل الكلب وبتحاربه، في ناس بتحاربه والكلام ده كله، الشراسه المفعول بتاعها ما يظهرش الا بعد اسبوع او 3 ايام، يبدا الكلب يديك منهج. امبارح لما اشتغلنا معاه نص ساعه، الكلب النهارده ادانا نتيجه نقوله بنسبه 5%، بس معنى ان اداك نسبه 5% يبقى في تحركات مع الكلب تزيد. تمام، فباذن الله وبمشيئه ربنا هنتم مكملين مع سيزر لحد ما نوصل بيه للدرجه النهائيه خالص. مفيش مشكله، الناس اللي كانوا بيلعبوه او اللي كانوا مربيينه كانوا مقضيينها، كل الناس بنقضيها معاه لعب، بس احنا دلوقتي اللي بندفع الثمن. فاتمنى من اي حد، اتمنى من اي حد يا جماعه، مربي كلب عنده في بيته، دي معلومه صدقني تهمك جدا. لو عندك كلب في بيتك وغاوي ان الكلب ده يجي يطلع في يوم ان يكون كلب شرس او يكون كلب حراسه، ما تحاولش ان انت تلعب الناس معاه، ما تحاولش تخلي حد ياكل لك كلبك بايده، ما تحاولش تخلي حد يتعامل لك مع كلبك بايده. خلي كلبك ينزل الشارع ويمشي ويشوف الناس ويشوف ده ويشوف ده، وما تسمحش حد غلط يقول لك احبس الكلب في اوضه ضلمه، احبس الكلب في اوضه ضلمه علشان طبعا الكلب ما يبقاش شرس وكلام من ده. لا، ما تسمعش الكلام ده، سيب كلبك براحته ومشي بيه، بس اهم شيء انك ما تخليش الكلب يشم حد او يتعامل مع حد طبعا، ويبقى فيه تعامل كتير، لان الكلب هياخد الموضوع كله لعب والموضوع كله محبه، وهياخد ان الناس كلها حبايبه، اصبح ان كده هيدي ثقته للناس كلها. يعني مش احنا عايزين الكلب يبقى فيه ناس، يبقى فيه ناس مش واثق فيها، زي الحرامي اللي بيدخل يسرق المكان عندك، زي اي حد، زي مثلا العدو بتاعه، زي عدوك انت اللي لما يجي يحط ايده عليك الكلب بيهجم عليه. لازم الكلب يكون فيه ناس ما هوش واثق فيها، ما عندوش ثقه فيها. طبعا لما انت تدي كلبك ثقته في كل الناس، يبقى الكلب كده ايه لازمته في البيت، هيبقى زي الكلب اللي له. لا والله، واللي له احسن كمان، يعني ممكن يكون الكلب اللي له بيحافظ على المكان اللي هو موجود فيه. تمام، فيا جماعه باذن الله سيزر هنغير فيه. رساله برده لصاحبه سيزر، يعتبر عندك في بيتك ما تقلقش عليه باذن الله ومشيئه ربنا، مكملين معاه. بالنسبه بقى لفلاش وموكا يا جماعه، فلاش وموكا احنا وصلناهم لدرجه ما كانش حد يتوقعها وما كانش حد يتخيلها، بس الحمد لله غيرنا من طبعهم شويه. لكن ان انا نوصل الكلاب امر ان هي تهجم وتعض وتنفذ، طبعا ده استحاله جدا، لكن الحمد لله الكلاب اشتغلت كدفاع مش كهجوم. طبعا دي حاجه كويسه بالنسبه للكلبين. طبعا عمرنا ما هنحاسب صاحبهم على ان احنا ضربنا شراسه، لا، لازم نحاسب على المجهود اللي احنا عملناه، ولازم نحاسب على المجهود اللي احنا اشتغلناه. وعلى فكره يعني بنبذل مجهود كمان، ده الكلب كمان اللي ما بيديلناش نتيجه حلوه، ده بنبذل معاه مجهود اكتر من الكلب اللي بيدينا نتيجه كويسه. تمام، وعلى كده كمان ما بنحاسبش عليه زي ما بنحاسب على الكلب التاني. تحياتي لكم وتحياتي لكل الناس المشتركه معايا، وده طبعا كان سيزر وتعرفنا عليه وعرفنا نظامه ايه. باذن الله هنزل لكم فيديوهات قريب جدا وهتتابعوا معانا، وهيتغير الكلب باذن الله ويبقى فيه شغل احسن من كده ونتيجه هايله باذن الله. بس طبعا كل ده بوقت، مش يعني ما تقعدش انت تخلي لي الناس تلعب مع الكلب وتحب الكلب والكلب يحب الناس في حوالي 8 شهور، واستحاله ان انا هنغيره في شهر، طبعا دي حاجه استحاله. تابعوا معانا سيزر يا جماعه باذن الله هيعجبكم. تحياتي ليكم وتحياتي لكل المشاركين، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا معانا وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.